قمة النقب التي يراها البعض بأنها تاريخية وليس بالمعنى الإيجابي، حيث بدأت منذ الأمس في النقب المحتل قمة سياسية لوزراء خارجية دولة الإمارات، البحرين ومصر والمغرب، إضافة للولايات المتحدة مع دولة الاحتلال. قال بيان صادر عن مكتب وزير الخارجية الإسرائيلي أن 6 من وزراء الخارجية يشاركون في الاجتماع التاريخي الذي سيستمر لمدة 2 يوم في صحراء النقب أقصى جنوب فلسطين التاريخية. حول هذا الموضوع معنا الآن الكاتب والمحلل السياسي صلاح موسى. صباح الخير. صباح الخير لك جميع المستمعين. أهلا بك معنا. يعني اليوم نحن أمام بالفعل أمر واقع، وهي قمة سياسية بدأت ربما بين دولة الاحتلال ومصر، ثم اليوم تتشعب لتشمل العديد من الدول العربية بالإضافة للولايات المتحدة الأمريكية. ما الذي يدور الآن ربما على الطاولة هناك، وما الذي يخبئه الأطراف من أجل الوصول إلى ربما أهداف جديدة أو واقع آخر جديد؟ هي محاولة إسرائيلية لتكريس حالة التطبيع أولا، وبتعكس كمان توجه نحو تغيير في طبيعة العلاقة اللي راح تترتب على الحرب الأوكرانية، وكمان استعداد لمرحلة ما بعد التوقيع على اتفاق النووي تبع إيران، إضافة إلى مسائل بتتعلق في موضوع الطاقة والتعاون الإقليمي، وكمان تأكيد على وجود إسرائيل كجسم طبيعي في المنطقة، وبالتالي انفتاح علاقاتها مع الدول العربية. ونلاحظ أنه هاي العلاقة بتستثني الفلسطينيين والأردنيين بشكل واضح. يعني لماذا الأردنيين تحديدا؟ الأردن لأنه لغاية الآن ما زال يقول بشكل واضح أنه لا يجوز إطلاق عملية التطبيع بمعزل عن حل القضية الفلسطينية، حتى درجة أنه قال برجر المختص بالشؤون الإسرائيلية في القناة العبرية، يعني نشر قبل 2 يوم يعني هيك على تويتر أو على صفحته في فيسبوك بتمسخر فيها، وبقول أنه يعني هل سيتمكن الأردن من اللحاق وترك الفلسطينيين لوحدهم بعد ما تركهم كل العرب فيما يتعلق في البعد السياسي. وبالتالي هو بقول كمان زيارة الملك لفلسطين اليوم، أتوقع اليوم راح يكون إلى رام الله. إلى رام الله راح، يعني هو جزء من محاولة يعني استدراك ترك الفلسطينيين والأردنيين خارج اللعبة، مع أنه كان في محاولة وضغط لحضور الأردنيين للقمة ولكن الأردنيين رفضوا لذلك. وكمان كان في محاولة ترتيب قمة ثلاثية ما بين الملك عبد الله ورئيس أبو مازن وزير الدفاع الإسرائيلي، ولكن رئيس الوزراء الإسرائيلي رفض انضمام جانس للقمة، وبالتالي على ما يبدو نهاية القمة لم تحصل الثلاثية. نعم، ولكن ربما يعني في البداية توقع الكثير أن هذه القمة وهذه المباحثات ستدور في فلك البحث عن التهدئة في رمضان. إلى أي درجة هذا الأمر له أولوية ربما بالنسبة لدولة الاحتلال؟ قمة النقب ولا قمة قمة النقب هي محاولة لإنشاء تحالف عربي إسرائيلي جديد، وانضمام الولايات المتحدة الأمريكية هي لطمأنة الولايات المتحدة الأمريكية أن هذا التحالف لن يخرج عن السياق الأمريكي، لأنه في أزمة نشأت ما بين عدد من الدول العربية وإسرائيل كمان في عدة قضايا، وإن كانت يعني تختلف ولكن جوهرها الاتفاق النووي الإيراني، يعني اتفاق مع إيران. وبالتالي اللي صار أنه أمريكا أرسلت رسائل، وحتى الإسرائيليين والمختصين الإسرائيليين قالوا أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال تجاوز أمريكا، وبالتالي محاولة بناء أي تحالف بعيد عن أمريكا. وبالتالي حضور وزير الخارجية الأمريكي هو عبارة عن مؤشر على المخطط القادم، أنه إحنا والأمريكان كما يقال كإسرائيليين وأمريكان دول عربية إحنا سنخطو نفس الخطوات. يعني أنا برجع بقول إنه الحرب الأوكرانية الروسية، الحرب اللي بتجري في أوكرانيا هي من أهم النتائج اللي راح تترتب، يعني استمرارها توقفها الروس، هزيمة الروس
بكل النتائج راح تترك آثار على السياسة الدولية. الآن إسرائيل والدول العربية بتحاول ترسم معالم مرحلة قادمة قبل انتهاء هاي المعركة. إضافة لذلك كمان الإسرائيل والدول العربية بحاولوا أنهم يستخدموها كعصاي ضد إيران. أنه مزبوط إحنا كأمريكا وكأوروبيين وقعنا اتفاقية، بس هاي الدول هي غير راضية عن هذا الاتفاق، ممكن هذا الحكي ينتج عنه كمان أبعاد سياسية واقتصادية. وكمان أنت بتلاحظي والناس بتلاحظ وبتتابع أنه كمان قصف اللي هو بعض الدول العربية زي السعودية وزي الإمارات كمان هي جزء من هاي المعادلة اللي الكل بحاول يفرض معطيات سياسية على الأرض. وبالتالي أنا بشوف أنه يعني إحنا رايحين على تحالف عربي إسرائيلي أشك أنه هو راح يصمد كتير ضد إيران واستعدادنا لمرحلة ما بعد الحرب الأوكرانية. وبنفس الوقت أنا بشوف أن الفلسطينيين تركوا بالفعل لوحدهم في حالة من استهزاء لدرجة زي ما أنا حكيت، حتى يعني قاعد القلب يقول أنه الآن صاحب عراقات يتقلب في قبره، يعني من كتر ما هو يعني مزعوج بسبب التطبيع العربي اللي ملوش أي ثمن سياسي واللي مش مربوط قطعيا ولا بأي شكل من الأشكال بالقضية الفلسطينية. وحتى أنا أشك أنه في البيان اللي راح يصدر لهم أنه راح يتم الإتيان على ذكر القضية الفلسطينية كقضية مركزية أو الإشارة لها مع أهمية أنه تحقيق السلام وعلى آخره. للأسف شديد جدا، وهذا الحكي إحنا بنحكيه بكل ألم، أنه الفلسطينيين الآن تم استبعادهم. بلينكين زيارته امبارح للرئيس أبو مازن هي رسالة، محاولة رسالة لطمأنته، ولكن أنا تقديري مش بس طمأنته، الطلب منه وقد يكون الطلب منه أنه يتنحى أو يجهز حاله للمرحلة اللي بعد انتهاء عهد أبو مازن أو تغيير الحكومة أو الآخر. وبالتالي الأمريكان والأوروبيين، وهنا خلينا نتذكر شغلة، أنه أمريكا وأوروبا طالب بشكل واضح من الفلسطينيين استحقاقات جديدة تتعلق بالحكومة وتتعلق في الانتخابات وتتعلق في الترتيبات ما بعد عهد أبو مازن. وبالتالي الأوروبيين والأمريكان مش راضين يتنازلوا، الإسرائيليين بتعاملوا مع الأمور من زاوية أمنية ولا يعودوا يتعاملوا مع السلطة بأي شكل من الأشكال، للأسف شديد جدا، بأبعاد سياسية صاروا يتعاملوا معهم بأبعاد إدارية وأمنية فقط لا غير. وبالتالي إحنا أمام إشكالية، حقيقة إشكالية في المنطقة العربية. إحنا يعني نمر بمرحلة مش بس عصيبة، وقد تكون من أشد المراحل الكارثية على قضيتنا من حيث الاستثناء العربي وعدم توفير الدعم العربي، من حيث غياب الوحدة الفلسطينية، من حيث قلة الموارد المالية، من حيث حالة الفوضى اللي احنا بنعيشها. وبالتالي يعني اليوم العالم بحكم عمق الأزمات وكبرها وانتشارها، يعني اليوم عندك الكورونا وعندك حرب أوكرانيا وعندك الآن راح يجينا نقص في المواد والسلع الأساسية وارتفاع راح يجينا ارتفاع السلع الأساسية، راح يجينا اتفاق إيران، راح تجينا انتهاء الحرب أو استمرار التصعيد الهجمات على السعودية. وبالتالي إحنا أمام واقع كثير صعب. إضافة لذلك طبعا العملية اللي صارت امبارح بالأمس واللي واضح انه داعش تقف خلفه راح كمان يكون لها تداعيات على ابناء شعبنا في الداخل. فبالتالي احنا امام يعني حاله بصراحه صعبه جدا قد ترتقي الى مرحله الكارثه، يعني اذا لم تحدث تطورات غير متوقعه او اذا لم يكون هناك مبادرات بتوفر لنا تضخ مالي وتجديد للدم السياسي عندنا من خلال الانتخابات. نعم، بمعنى أن يعني القضية الفلسطينية ستكون على الهامش كما يعني اعتاد العرب في كل لقاءاتهم التطبيعية، ولكن يعني نحن نتحدث ليس عن دولة واحدة وإنما عن مجموعة دول عربية من ضمنها المغرب الذي يعني هو قد يكون بفترة من الفترات كان من أكثر المتضامنين مع القضية الفلسطينية، وهو لم يتغير من حيث الشعب ولكن القيادة. اليوم نحن نتحدث عن مجموعة دول عربية، كل ذلك كيف سينعكس على القضية الفلسطينية؟ هذا التطبيع الدافئ بين دولة الاحتلال وغيرها من الدول، كيف ستدفع فاتورته دولة فلسطين؟ احنا يعني هذا
السؤال بمحله، احنا رايحين ندفع الفاتوره وبلشنا ندفع الفاتوره. للاسف الشديد جدا الدول العربيه قاعده تتعامل مع اسرائيل كمصدر للمعلومات الاستخباريه وللتقنيات الامنيه. مشان هيك بنشاهد المغرب وقعت معها اتفاقيه عسكريه، شاهد المغرب وقعت معها اتفاقيه امنيه، بنشاهد البحرين فيها تعاون عسكري بينها وبين اسرائيل. بالتالي الدول العربيه للاسف قاعده تتعامل مع اسرائيل كجزء من المنظومه الامنيه المهمه والداعمه لوجودها واسنادها. اضافه لذلك انه احنا كفلسطينيين للاسف ما من غايه الان مش قادرين نقدم انفسنا كصوت واحد، مش قادرين نقدم انفسنا كحاله وطنيه موحده. صار في عند كثير من الدول العربيه التباس، طب اذا انت بدك تقاوم محتل كيف تمسك معه امنيا مثلا؟ صار عندهم التباس، طب اذا انت بدك دعم منا، طب ليش في قصص فساد تنتشر قاعده في البلد؟ اذا كان انت بدك انت دعم منا ومن الاوروبيين ليش ما تعمل اصلاحات؟ فاحنا صار عندنا يعني هم بيستخدموا واحيانا كلمه تحكمات بها باطل، انهم بيستخدموا هاي الموضوعات اللي هي عدم وجود وحده وعدم هي مبرر لعدم دعمنا او التخلي عنا انجاز التعبير، لانه كثير من الشعوب او كثير من القيادات العربيه وحتى الاسرائيليين بيقول انتم تخليتوا عن انفسكم ليش الناس تتخلى عنكم؟ طبعا احنا هذا الحكي ما بنسينا في ذاكرتنا الوطنيه انه ولا مره الدول العربيه كانت معنا بالمفهوم العميق، كانوا معنا سياسيا مضبوط وبيانات وكانوا معنا في الدعم المالي، ولكن يعني العلاقه مع الجانب الاسرائيلي كانت منذ عشرات السنين. وبالتالي انا اشوف انه 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 تاثيرها على القضيه الفلسطينيه هي كان في تزداد اكثر، وكل يوم بتضيق الفرص. وكل يوم الاوروبيين اللي كانوا وما زالوا حمل وديع في التعامل بكثير مع الملفات مع الجانب الاسرائيلي بتلاقيهم شرسين وواضحين معنا بدهم يعني نغير المناهج على ايش؟ على شيء مالوش اي معنى ولا اي قيمه، وتلاقيهم لا بدكم تغيروا المناهج تحت شعار انه يعني انتم بتعززوا ثقافه السلام، واحنا مش مخدين اصلا ولا اي شيء احنا كفلسطينيين، الاسرائيليين بفوتوا بيعتقلوا وبقتلوا وبيحتلوا وبصادروا اراضي وبيبنوا مستوطنات، والاوروبيين بقول لك غير المنهج، ايش يعني؟ يعني انت بدك تستسلم، بدك تعلن استسلامك، يعني بصراحه شديده جدا، اليوم احنا مرحله انه مو مطلوب منا اعلان استسلامنا، ومش بس استسلام الشعب الفلسطيني، وهذا من اخطر المسائل اللي راح تنعكس على القضيه الفلسطينيه، انه هاي الاجواء اللي بالتطبيعيه بتوفر بيئه خصبه لبعض الناس انهم يعلنوا يعني الاستسلام، بيدفعوا الفلسطينيين او القياده الفلسطينيه لاعلان استسلامها، واعلان الاستسلام راح ياخذ شكلين، الشكل الاول انه الحركه الوطنيه الفلسطينيه اللي بتقودها فتح في الضفه الغربيه وحماس بقطاع غزه والجهاد الاسلامي والفصائل والجبهه الشعبيه انهم يعلنوا استسلامهم، شو امريكا واسرائيل بدها؟ بدها ايانا نخرج، بدها كل حدا له علاقه في العمل الوطني يخرج من المشهد السياسي، حتى واضح انه المطلوب من القياده الفلسطينيه انه ممنوع يكون حدا رئيس وزراء، ممنوع حدا يكون على صناعه القرار، اي واحد له تاريخ وطني واذا كان له يجب ان يكون له ارتباطات مع الاطراف الاخرى، وبالتالي من اخطر مسائل التطبيع انه ممكن يؤدي تحت الضغط لاعلان استسلامنا بتسليم الراي لشخصيات ما لها علاقه في العمل الوطني، وهي تكون شخصيات اقتصاديه اجتماعيه اكاديميه فقط بحته تحت شعار انه امريكا والاوروبيين بيطالبونا بانشاء حكومه تكنوقراط، واحنا جربنا حكومات التكنوقراط والدول العربيه كلها جربت حكومات التكنوقراط، وحتى في اكثر الدول اللي كانت دوله ناشئه التكنوقراط بالمفهوم المجرد فشل، لانه احنا مشكلتنا مش بس مشكله اداره، احنا مشكله قضيه، احنا قضيتنا قضيه سياسيه، قضيه احتلال، وهنا الناس اللي صار عندها التباس في كثير من الاشياء اللي هو عدم التمييز ما بين القضايا الحياتيه والاداريه ومستلزمات الحياه وما بين القضيه الوطنيه، ولدرجه انه بسبب الحاله العامه وسبب الناس تعبت وزهقت وبسبب التخلي العربي وبسبب الضغط الدولي عن كل القضايا السياسيه، وبقول لك انه احنا بدنا نوفر ظروف حياه وصمود موجودة في فوق أرضنا ولأبناء شعبنا، وبالتالي المعادلة واضحة للأسف الشديد جدا،
وقد تكون ما أعلن إنه يعني إنه زيارات اللي بتصير والقمة اللي بتصير مشان تهدئة في القدس والآخر. لا، هو علينا أن ندرك إنه إذا بده يصير أي شيء بالقدس بده يصير وتحديدا في المسجد الأقصى بسبب تزامن الأعياد اليهودية مع رمضان المبارك كل عام بخير، وبالتالي هذا السبب الرئيسي انهم يتيحوا لليهود ان يفوتوا يؤدوا صلواتهم التلمودية داخل المسجد الأقصى، ومطلوب من الفلسطينيين انهم ما يقوموا بأي ردة فعل تجاه ذلك. وبالتالي هون الحوار، انا تقديري الحوار اللي بدور الان هو انه اسمحوا لهم او غضوا الطرف عن وجود دخول المستوطنين بأعداد محدودة، خاصة انه تتزامن. وبالتالي برضو هذا جزء من الملفات الساخنة اللي هو قاعدين يسعوا لتغيير الوضع القائم من خلال اللي هو التفاهمات على الارض مشان الناس مع الوقت تتحول زي ما صار عندنا في الحرم الابراهيم الشريف. نعم، اذا الكاتب والمحلل السياسي صلاح موسى حدثنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.